مساء الخير على أعظم جمهور في الكون. مساء الخير وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج السادسة، حلقة غنية بمعلومات كتير فيها تفاصيل كتير قوي هتعرفوها. مساء الخير عليك يا أحمد. مساء الخير يا سارة، ومساء الخير على كل الأهلوية اللي بيتابعوا السادسة في كل مكان. فرحة ما بعدها فرحة، الحقيقة ده كان عنوان احتفالية امبارح الحقيقة اللي احتفل فيها جماهير النادي الأهلي باستاد الأهلي والسلام، الاستاد الجديد اللي هيلعب عليه الأهلي ماتشاته 25 سنة جاية. مبروك على كل أهلوية، وإن شاء الله بإذن الله تكون إضافة مهمة جدا في مسيرة كيان عظيم ما بيعطلش، كيان عظيم لا تتوقف فيه الانتصارات ولا تتوقف فيه فوزه بالبطولات. أهلا وسهلا بحضراتكم. تفاصيل كتير جدا زي ما قالت سارة، هنتكلم على الاستاد الجديد وأهميته وإيه الإضافة اللي ممكن يضيفها لجماهير وعشاق النادي الأهلي من خلال إن شاء الله بعد طبعا ما الجماهير ترجع للمدرجات مرة تانية من خلال تجربة الاستاد الأهلي أو ملعب الأهلي الجديد. هنتكلم على أصداء أو هنرصد الأصداء العالمية سارة اللي اتكلمت وهنت واحتفلت مع النادي الأهلي وجمهوره العظيم بالاستاد، وهنتكلم على قصة رمضان صبحي زي ما بيقولوا كده من طقطق لسلام عليكم، بس عشان الأمور تبقى واضحة لكل جماهير النادي الأهلي. نبتدي مع جمهورنا ومشاهدي السادسة بأهم العناوين. يلا بينا. الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الإنتاج بكرة. فيفا يهنئ الأهلي بافتتاح الملعب الجديد. لجنة الحكام تفاضل بين عاشور ونور الدين لمباراة الأهلي والإنتاج. وزير الرياضة بيرفض فكرة إلغاء الدوري بسبب حالات كورونا. مانشستر سيتي ينافس ريال مدريد على ضم ديبالا. لايبزيج يصطدم بأتلتيكو مدريد اليوم في ربع نهائي دوري الأبطال.